ها مو هي حبيبتك؟ شكله رفيق شو واقفه مع حدا تاني؟ طبعا بده يخدمك كله بحقه. لا تكونوا متخانقين مع بعض. مو متخانقين. ايه متاكده. احكي لاخوك شو صاير معك. لك روح اركض على الدكانه تبعك بلا ما تتاخر وتشغل بال حدا عليك. روح روح يلا بخاطرك. احمد احمد شبك؟ ليش هيك مريت وعملت حالك مو شايفنا؟ قولي مهجه شوفي الامتحان. احمد شو صاير؟ خير شبك؟ ليش هيك مطمشني؟ ليك فوزي خليك بحالك احسن. شو عم تحكي؟ خلاص شبكن رح تتخانقوا. مهجه قولي له لحبيبك يلاقي حدا غيري يقدم له الماده. انا ما بقى بدي. شو عم تقول احمد؟ انا ما بحب حدا. ولك طالما ما بدك تقدمها ليش عم تضيع لي وقتي؟ الماده بكره من وين بدي الاقي حدا يقدمها بدالها؟ ايه وليش ما بتقدمها حضرتك؟ انت شو عم تقول يا حقيقي؟ ايه روح روح. خلص بلا فضايح فوزي خلينا نمشي. ماشي انا بورشي. روح خلاص حسابك بعدين. اهدى وعود وخليني اعرف حط العشاء. فكرت؟ يلا قومي. ها اهلا وسهلا. اهلين اختي. خير جاي بكير. سكرنا بكير اليوم. شو بها المشي؟ يلا حبيبي تاكل. ما بدي اكل. شو يعني ما بدك تاكل؟ ما جعت؟ عم تعمل هيك لأنه بابا مو رايح على اجتماع أولياء الأمور؟ لا بابا رح يجي هو وعلي. شو بك فكرة بابا ما رح يجي؟ أنا رح أحضر. لا بابا أكيد رح يجي ما بدي حدا يجي بداله. بس أبوك ما بيروح يحضر هيك شغلات ما بتعرفه؟ مشان هيك قلت لك أنه أنا اللي بدي روح. فيكو فيكو فينا نحكي شوي؟ فيكو تركها من ايدك. شبك عم قلك تركها؟ تركها عم بحكي معك. ما بدي اعصب عليك هلا. بعدين شو ذنبي انا بالله؟ مو انت اللي عم تعمل مشاكل؟ وابوك ما خرج يحضر هيك اجتماعات. فليش زعلان مني؟ شو دخلني بالموضوع؟ المدير قال بابا لازم يجي. وانت عم تقولي لي ما بده يروح؟ يعني رح انطرد من المدرسه، اصلا هيك احسن. انا بدي اياهم يطردوني. شو معنات هالحكي؟ اذا ما درست شو رح تعمل؟ ما تخافي علي انا بدبر حالي. لا عن جد فيك تفهمني شلون؟ شلون ما كان؟ شو المشكله؟ احمد. نعم. معلش خلي لميس هي اللي تتصرف معه. فكرت منتبه لحالك شو عم تحكي؟ ابوك مو فارق معه شيء. ليش مين فارق معه اصلا؟ شو معنات هالحكي؟ يعني انت والكل. اذا امي مو هون وبابا حاضر غايب اصلا ما حدا فارق معه. ما حدا خايف علينا ومهتم فينا لهيك ما تتدخلي فيني. طيب عود لشوف. فكرة انت بتضل اخي وحبيبي قطعة مني. كيف يعني ما اتدخل؟ مو انا اللي مسؤولة عنك من يوم ما خلقت؟ كيف ما حدا مهتم لك؟ انا شو عم بعمل؟ انا هون جنبك وما بتخلى عنك ابدا. عم تفهم علي؟ وطول ما انا موجودة جنبك ممنوع تترك مدرستك. فكرة انت رح تكمل دراسة، رح تهتم بدروسك وتدخل على الجامعة كمان، مفهوم ولا لا؟ أنا رايحة بكرة على المدرسة لنحل المشكلة وما حدا رح يقلعك.
ولا تنطر من أبوك شي. يلا قوم خلينا ناكل. يلا فكرت حطه من إيدك. حابب تشتغل لحام بس تكبر؟ ها؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.